السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله لكم الأجر باستشهاد سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل العباس وأصحابه الميامين. جعلنا الله وإياكم من خدمة الحسين ومن البكائين على الحسين. حلقتنا لهذا اليوم لشاعر عراقي ترك بصمة جدا واضحة في خارطة الشعر الشعبي. نرحب أنا وياكم بالحبيب والكبير سيد غزوان الغالبي. الله يحفظك ويكبر وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة الإمام الحسين عليه السلام وثلة من أهل بيته وصحبه المنتجبين الأخيار. الله يساعدك على فقد الوالد. الله يحفظك. شيء بشيء يذكر، صعدنا أنا وياك إيد بيد بالدرج، فقال لي واحد من الولد الشباب قال لي هذا الزلمة ما شايفه، فطلعت باليوتيوب قلت لا، قال والله الفقد يغير. أكيد أبو الأكبر، الإنسان أنت يعني من أكثر الأشخاص اللي تعرفون علاقته بوالدي. صديق، وانا من النوع اللي يعني الناس تلوم حقها، فما اريد اسولف يعني كذا على والدي حتى لا تنحسب انه غير حساب، لكنه نحمد الله ونشكره بعد، انا لله وانا اليه راجعون، قل لا يصيبنا الا ما كتب الله. الحمد لله والشكر ربي. الحمد لله والشكر لله. يعني بصراحه يمكن شخص او احد من الساده المشاهدين ما شايف والدك وما يعرف عنه، سالف لنا شوية عن السيد الوالد. أبو الأكبر راح أسولف لك موقفين، موقفه هو عدل وموقفه بعد وفاته. الموقف هو عدل، كنا احنا صغار، كان راتب الموظف 3000 دينار، أبوي كان راتب 3000 دينار، كان كل الطحين بلف زمن الحصار. ابوي يرجع من الدوام ما يقبل احنا، يعني احنا صغار وبالمدرسه انا واخوي سيد علي يعني اكبر اخوتنا، فابوي يطلع يصير فلاح او يصير سمك او كذا في سبيل ما يخلينا بعازه. فمره المرات والدتي اشترت لنا عربانه ما دفع، نشتغل بيها بالكمية الغذائية، شايف نعم متوزع نعم الكمية، كانت الكروة 25 دينار هيك اتذكر. فأبوي ما كان موجود، كان يفاد ببغداد، رجع قالها وين الولد؟ قالت لي يشتغلون. فلقيت واقف ورا الشارع، جواك الله سيد. فلقيته واقف على الشارع ومتخاصم، قال انا عدل وانتم تشتغلون. الله يساعدك. فيوم السابع مالته كان ملا مرتضى حرب عندنا يقرا، اك ولد هو صديقي بس يعني صار بيناتنا فراق ما شايفه صار هواي، اسمه سلمان، تحياتنا له. فسلمان يبكي، انا حسبالي متاثر علي يعني، كمل البكي ماله وهاي وكمل مرتضى ملا مرتضى حرب نعي وهاي. فقال ما رخصت كمان اريد اسولف سالفتي، اسولف. قال انا فتت مشروع وطلبت 100 مليون
فظل علي 60 مليون ما قدرت أدبرهن، ما حد وقف لي. يقول اللي يطلب من الفلوس واحد من أهل الحي، فيقول جيت بابكم وظليت أبكي. يقول طلع أبوك، قال لي قول، قال خوب لا خابرتك لا خابر السيد علي لا كذا. المهم قال أنا واقف بابكم وأبكي. يقول طلع أبوك قال قول. قلت له سيد هيك وهيك الموضوع وأنا انطلبت. قال لي يا أهلي طلبك؟ قلت له من الحي. قال دق لعلي. يقول دق علي، يقول حاجة السيد. قال عم الله يساعدك. قال له قال له أنا لحكي وياك سيد فيصل الغالبي، إذا ما تعرفنا أنا أبو سيد غزوان الغالبي الشاعر. قال له على رأسي. قال له سلمان بعد لا تأخذ منه الفلوس، من عدة تأخذهن الفلوس، أنا أتفق وياك على تسديدهن وأنا لسددك مو سلمان. ذاك جزاه الله خير قال له قبول. يقول قمت أسدد أسدد ظلنا 23 مليون توفى السيد. يقول ثاني يوم الفاتحة دق علي أبو الفلوس قال لي الله يساعدك. قلت له يا مرحبا. اتصل على سلمان. اي أبو الفلوس اتصل على سلمان. قال عم كفيلك توفى. قلت له عم أنا حاضر، وش تريد أنا بخدمتك؟ تريد أجيب كفيل ثاني؟ تريد أظل على مسراي بالتسديد؟ قال له إيش قد بقن؟ قال له بقن 23 مليون. قال له 23 مليون طاحت السيد فيصل. الله الله. إيه يعني ومواقف كثيرة، مواقف الشرف اللي ساترها غيرها غيرها، شيوخ جت عموم تبكي، لكن الحمد لله نحمد الله ونشكره. هو كان يقرأ على الحسين سلام الله عليه، عند أبو ذية هو دائما مردها. اي دائما يقراها هي. انا جبت لها شلون تقول الولية مرتها علي الطلق الدنيا مرتها علي الطلق الدنيا اجيتك والمرض روح مرتها هاي يدي على شباشك مرد عليك حسين مد يدك علي. انت ما كتبت الوالد؟ انا مو تدري يعني انا اعطيت عهد علم من الامام الحسين انه ما اكتب بعد بس للحسين للشهداء، فما اقدر يعني اخون العهد مالي. نعم. اي فبس بس انت عندك ابيات قديمه انا قاعد اكرب اكثر من قصيده. اللون الاسود حيل احب عقال ابوي. الله الله. والبخت حنة بشطف تلوانها. ام ثوب المقبره لابسته دوم تحسب قبور تشوف اخوانها. شيشة الفانوس كحلتها السواد رغم ما تطضوها بدخانها. والله يا ابو الاكبر الناس تلوم حقها ما تدري. حقها اللي يلوم ما تدري. لكن يوم صفنت انا قلت الله يسعد امام زين العابدين. الله. اي والله. انا يعني خاف احكي حاجه وخاف الناس تحسبها تبجح له. هاي 20 سنة زين العابدين يحطوا له الاكل قدامه ويبكي. الحمد لله. نحمد الله ونشكر الحمد لله والشكر لله. سيد للأمانة يعني بصراحة أنا ما ردت أحسب اللقاء هيك، ما ردت من رخصتك طبعا أرد أقدم بطاقة اعتذار إلى الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه. سلام الله عليك سيد. أقول له تعذرنا، التهينا بغيرك وعفناك يا وسفة، سؤالك سهل بس إحنا ما قارين ولا واحد رفع كفه. تعذرنا التهينا بغيرك وعفناك يا وسفة، سؤالك سهل بس احنا ما قارين ولا واحد رفع كفه. شغير الكبير الوادم التاني حتى براية تتكفه، لو نستاهلك شا من زمان وياك نهر ما ميزتهم ضفة على ضفة. الله الله. سيد هذا بصراحة هذا محرم بالنسبة لسيد غزوان الغالبي، يختلف عن المحرم أكيد الفاتق. أكيد يعني وين انت كنت تقرا كنت اسمع ابويا انا القصائد؟ انت قصيده تسمعها للسيد؟ انا ماكو قصيده اكتبها اذا ما سمع ابويا ابدا، يستحيل يعني ابدا. ثق بذات الله مو توجه. وحشه ثانيه. اي لا ماكو ماكو. هسه انت بوحشه ثانيه. شو نسوي؟ الحمد لله والشكر. يقول السيد عبد الرزاق المقرم صاحب كتاب العباس، يوم 7 من محرم قطع الماء عن جيش الحسين
تقدم الإمام العباس على رأس 20 فارس، أزاحت الجيش عن النهر وملأوا القراب ورجعوا. هجم على الإمام العباس 3 فرسان، أولهم المارد بن صديف الذي كان يمتاز بالرمح، وصفوان الأبطح، وعبد الله بن عقبة. فمسك العباس المارد بن صديف من الرمح وأرداه على الأرض وقتله بالرمح ذاته، وضرب صفوان الأبطح وتركه جريحا يتلوى على الأرض. أما عبد الله بن عقبة فر مذعورا هاربا من أرض المعركة، فصاح به عمرو بن سعد: يا عبد الله، أين البقية؟ فقال له: قطعنا الماي بس عباس، قطعنا البطن القوس مثل النبل رجعنا. قطعنا الماي بس عباس، قطعنا البطن القوس مثل النبل رجعنا. حلم خرسان صرنا بديرة معرسين، بس سيف الفهم نوقام يسمعنا، بحيث المال واهس ينتجي ويموت، وين الروح نلقى الخوف يدفعنا. بحيث المال واهس ينتجي ويموت، وين الروح نلقى الخوف يدفعنا. حسدنا النوك بالشبخة تطول هواي، وبس ولاية العاقوب تجمعنا. حسدنا النوق بالشبخة تطول هواي، وبس ولاية العاقوب تجمعنا. كنا معقلين بخوذة فوق الخيل، مدري شلون فات بصفنا فرعنا. كنا معقلين بخوذة فوق الخيل، مدري شلون فات بصفنا فرعنا. فوق الماي نبني القلعة من الجيش، وهز الجرف بيده وهيج وقعنا. تدري العودة يابس بينا أخضر صار، مو عدلين بس الماي نقعنا. تدري العودة يابس بينا أخضر صار، مو عدلين بس الماي نقعنا. شعر الخيمة طاح، الخيمة تال الطيح، حوت البلع يونس كون يبلعنا. ولو شا هو بالمن هم يخوف الحوت، وقبل لا حلقة ينفك والله يبزعنا. من قد ما جثثنا ترسة القيعان، وواحد فوق واحد هيج جمعنا. النسر فوق وشبع ما تعب كف جناح، للنسر اللي يجوع يقوم وزعنا. النسر فوق وشبع ما تعب كف جناح، للنسر اللي يجوع يقوم وزعنا. عبد الله الرضيع يريد حصة وياه، من عتها وعرفت بظلت تفشل. من الخيل قامت تجفل، من تشوف ريشة. عبد الله الرضيع يريد حصة وياه، من عتها وعرفت بظلت تفشل. من الخيل قامت بالإحم تجفل، من تشوف ريشة تركض وتصهل. شوف الخيمة ليش براسها يشدون، شوف الخيمة ليش براسها يشدون. معقولة الخيام الجابهة تهزل؟ يطب بطوله ويشق الخيم، عباس ما يقبل يدنق راسه لو ينزل. الله يحفظك ولك تحية. الله يديمك. تحية لك. الله يحفظك. تحية لشعريتك. الله يديمك. وتحية لإنصافك، والله يرحم روح السيد الوالد. الله يرحم والديك. ناخذ فاصل؟ اي والله. أحبتنا مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام، عدنا وياكم مع الحبيب سيد غزوان الغالبي. الله يحفظك ولك. كم قصيدة كتبت لهذا محرم؟ والله خير من الله. ها والله، خصوصا هذا محرم يعني. ها اي. وبالنسبة للدعوات، موجودة دعوات؟ عندك دعوات؟ أكيد. جيد، سالفنا عن المهرجانات، شلون تصير الآلية مالها؟ والله للأسف أبو الأكبر، هسه صارت المهرجانات حتى الحسينية، يعني للأسف الشديد دخل بيها التوجه السياسي. يعني مثلا نشوف أبو الأكبر مثلا قاري قصيدة لفلان مرجع أو فلان شخصية، ينقطع رزقه من مهرجان حسين مطلوب في مكان معين، يقول لهم لا هذا لا تجيبونه، هذا ينتمي لفلان شخصية أو فلان جهة سياسية. يعني ما يصير، هو مهرجان حسيني ومجلس حسيني، وهذا مشكلة. مش حسيني يا جماعة الجميع، مشكلة يعني، مشكلة صارت حتى بالجمهور، صار التوجه السياسي
قبل لا يسمع القصيدة، ما لها داعي للأسف الشديد. يعني سيد الـ 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 المهرجانات الحسينية تشوفها بالشكل المطلوب، لو تحتاج أكثر لو أقل؟ والأكبر أنا وياك متفقين على نقطة، وهي أنه هاي المهرجانات هي سهام الحسين، هو الحسين يوزع سهام بيده، صح لو لا؟ هسه قد يكون أنه سهم بالأكبر كذا، خلينا نقول مثل ما نقول تعريفه هن ذبيحة، وسهم غزوان فرد قطعة صغيرة من اللحم، مو سهم الحسين هذا بس. بقت شنو المؤتمن على المهرجان المفروض يكون أكثر إنصاف، هذا هو، لا أكثر لا أقل، لأنه هو المؤتمن على المهرجان، هو بيده نجاح المهرجان وفشل المهرجان. سيدي إذا تريد تشكر واحد منه، الله سبحانه وتعالى أكيد. أنا بالنسبة لي شكر لله أكيد، هو شكر لله. أنا كان الله سبحانه وتعالى، أبوي راح الرحمة الله، فالشكر بس لله سبحانه وتعالى فقط. عندك عتب؟ أنا؟ لا ما عد عتب، بس أنا شوية أريد على العليلة أقرأ مرة خصتك طبعا، العليلة هم عتب، العليلة هم أنا شوية متعلق هواي بسيد جاسم الطوير جاو، كلش متعلق به، وأتمنى أتذكرني بآخر حلقة أريد أقرأ له فر شيء أنا كاتبة عليه. يستاهل، الله يرحمه إن شاء الله. الله يرحمه. يقول سيد جاسم، يقول العليلة وصلت ضحن الحسين خارج حي بني هاشم، ورجعت. شو وقت رجعت؟ يقول رجعت وقت الغروب، لقت ديوان الحسين مسدود والبيت فارغ. أما تاني فسيد العليلة شو تقول؟ تقول أنا أول علق مشدود كان بحضرة اللهفة، وأنا أول حلم ينشاف بس بعيون ما تغفى، على كيف على كيف منردر رد الباب أخاف ويطيح أثر شفه، أشب انشبت الجمار وطيح انطيحة السعفة، من نسمع الناس تقول شوفت والدك كلفة. الله يا أبويا النهر لو طال ياخذ حيلة من جرفة، على الناقة على يا أبويا النهر لو طال ياخذ حيلة من جرفة، على الناقة على الناقة وتعرفه يبين المشتاق، الهودج ينهدل من ينهدل كتفة، النفس أسود الصباح أسود، بلاياكم عرفت الشيب هم أسود، النفس أسود الصباح أسود، بلاياكم عرفت الشيب هم أسود، الليل يهون ما دام القمر عباس فارش عن نجم نوره، الغربة والمرض خوان ما لاقين دكتورة، أمك نعمة ذا بالبيت حتى وهي بالصورة، أمك نعمة ذا بالبيت حتى وهي بالصورة، ما ندري الوقت لا وين ياخذنا ويودينا، القحط على الخير واقف ياكل سنينه، ظهر حايط فلا ينشاف ما ندري شكو بطينه. الله 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 يحفظك. الله سيد، الله 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 الله. سيد تعاملت ويا رواديد؟ اكيد. انا اسولف وياك على مود اعلم السيد المشاهد. انت اخوي، الله يعزك، انت اخوي وانا شرف اخوتك. يعني من اللطميات اللي اخذن استحقاقهن حسيت. والله هي للاسف الشديد انه المواقع يعني ما طت دور القصائد لك كتبتهن، يعني ما اعرف سبب. لمن كتبت انت؟ انا كتبت الحاج باسم الكربلائي، للرادود عمار الكناني، للرادود قحطاني البديري، للرادود مالك الأسدي، للرادود محمد الحلفي، للرادود علي الساعدي، هواي كاتب قصائد يعني. جيد. من القصيدة، من القصائد ال أكيد يعني القريبة عليك، الأقرب على قلبي القصائد اللي كتبتهن لملا باسم الكربلائي، واللي كتبتهن يعني للرواديد اللي ذكرت اسمائهم ايضا، قصيده ملا قحطان وقصيده ملا محمد الحلف وقصيده ملا عمار الكناني، يعني هن اكثر قصائد قريبات على قلبي. بس هي يعني القصيده الابرز اللي معروفه بالشارع اكثر اللي هي شيبه شيبه، قصيده اللي قراها الملا باسم الكربلائي. ها نعم. ان شاء الله اكو تعامل هاي السنه؟ لا
لا قصدي مو ويا الحاج باسم، محمد الحلفي. اكو تعامل؟ نعم. نزل هذا العمل ولا بعده؟ لا بعد امان، انا ما احب الاستوديو، انا احب المجلس. ولا الرجل عرض علي قلت له ما احب الاستوديو، انا احب مجلس. الرادود يصعد على المنبر يقرا مجلس، وانا اذا ما كنت حاضر من المجلس اكون اشاهده بالمقطع هذا. هو سيد اليوم شلون سولفنا على الجانب السلبي من المهرجانات، سولف لي على الجانب الايجابي من المهرجانات. انا اشوف حركه اكيد حركه شعريه يعني اضخم حركه شعريه تصير طول السنه، والشباب تسمعهم ونتابع خريطه الشعر الشعبي وين توصل من خلال الاحتكاك بالمهرجانات، لان هذا الشاب من واجبك ان تسمعه حتى تعرف خريطه الشعر الشعبي وين جاي توصل. جيد. لان تعرف انت جنابك الشعر الشعبي متحرك، مو مثل اللغه العربي الشعر القريض انه جامد، يعني هو وضعيته ثابته باعتبار الى قواعد ولا كذا ولا تعريف. نعم. الشعر الشعبي لا، يعني الشعر الشعبي هو لهجه الموجوده بكل زمان، موجوده يعني انت لازم تتدارك بها، لازم تتواصل بها. زين سيد شلون الحركه الشعريه بالعماره؟ لا رحمه يعني خصوصا هسه كون عندنا منتديات مهمه. لا مو اقصد بصوره عامه، اقصد الحركه الشعريه الحسينيه هي موجوده عندنا، يعني هسه عندنا فلاح البهادلي يقيم افتتاحيه لهذا الرجل، هذا 10 مهرجانات حسينيه، هذا الرجل جدا يستحق. عندنا مثلا مؤسسه عشاق الحسين يقيمون مهرجان بالرايه وليله العاشر، مثلا مالك الاشتر ايضا يقيمون مهرجانات كذلك، وهواي مؤسسات مثلا بالحسينية الحاج عبد الزار الفرطوسي، رابطة الرواديد، رابطة خدام العترة. أنت موجود بهن؟ يعني الأغلب الموجود. أنا الحد قبل لا أجي أنا قاري الموكب من مواكب العمارة. هاي الله. سيد حسن بن سيد السعدون من المهرجانات المهمة. فرقة العباس القتالية. نعم. من المهرجانات. ألف تحية والله يطول أعمار جميع خدمة الحسين. نعم. من المهرجانات اللي تعتز بها وتنتظرها من سنة سنة. بالعمارة؟ عموم العراق بكل، انا اي مهرجان انا ادخل بيه اعتز بيه. لا اكو فد مهرجان يعني الى طعم خاص؟ لا كل المهرجانات عند السواسية، اذا الحضور 5 نفرات او 1000. بالمناسبة هذا نفس الجواب، سبحان الله، هم جواب الف تحية لعلي عويز. أيوة. تدلل على يعني شلون ما تقول حب قضيتي، انا واحد مني حب قضيتي ما له علاقة. اكو سيد اسمه سيد ضياد جابر معروف بالسوشيال ميديا، عنده موكب بثلاثة ولد صغار، شايفهم؟ شايفهم مارين شايف. علي أنا نشرت منشور، نشرت الصورة وقلت لهم إذا أمكن تتواصلوا لي السيد أو يدبر رقمه، أرد أقرب هذا الموكب مال الصغار. لا والله، وإن شاء الله السنة أروح لهم موكب حسون، وهيك يعني هو واحد معتهم اسمه حسون وأخوه فرد موكب هيك، يعني مخلين قطعة مال قماش ومثبتينه وشاي واستكان وكذا بمن يذكرني؟ اكو مرة عندنا توفت الى رحمة الله قبل فترة قصيرة جدا خادمة الحسين الحاجة ام تحسين الكعبي، عمرها كبير هي الله يرحمها، ام تحسين خطيعة تحسينية بسيطة على الطريق، الله يرحمها ام تحسين، ولد الحرام باقوا الحسينية، باقوا الحسينية. سوت ام تحسين؟ باعت ملاويها وباعت شغلاتها الذهب وراحت تخدم به الزوار، فوديت لها بيتين هي تربطنا بها صلة قرابة، قلت لها لأجل حسين باعت كل ملاويها ومشت تخدم رغم كل حيل ما بي. الله ناخذ قصيدة سيد. اي خادم يقول صاحب كتاب عقيلة الهاشميين الخطيب الهاشمي، جاء الأشعث بن قيس إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وقال له جئتك خاطبا السيدة زينب، فقال له أمير المؤمنين اسمع يا هذا، لقد جرأك ابن أبي قحافة حينما زوجك أخته أم فروة، فتلك ليست من الفواطم وأنت لست من الهواشم، والله إن عدت بهذا الموضوع على لسانك لأقطعنه، النوب السالفة من الجيب طاريها أخلي شواربك جوات رجليها منا وانتهت كسرة الروجة بماي، الروجة الماي ما يحفظ معانيها.
منا وانتهت كسرة الروجة بماي. الروجة الماي ما يحفظ معانيها، مو تدري منها لا تستحي القيعان، إذا مو شف لحها القاع يزقيها. زينب لو مشت من يم نسمة الصيف مو نار وتشبو بحيل رجليها. سماها محمد يا أهل مسميك، أنا أدري لا يمها تصير ولا أحذاليها. عود ومن تطيح الشجرة متهم بيك، عود ومن تطيح الشجرة متهم بيك، بروحك من تشتها ما ترد ليها. زينب خرزة كهرب عد عجوز الريف، للموت وخرزها ما تراويها. مو خرزة ملاقط، زينب خرزة كهرب عد عجوز الريف، للموت وخرزها ما تراويها. مو خرزة ملاقط تنعرض بالسوق، الرايح واليجي ضلباوة عليها. من ترخص الكلمة الحلق فاهي يصير، من تغلى السوالف تستمع ليها. الله الله خادم، الله يا سيد الله متجدد دائما خادم. الله ناخذ فاصل خادم. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام فاصل ونعود إليكم. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام، وصلنا وياكم للبارت الأخير من حلقة هذا اليوم مع الكبير غزوان الغالبي. الله يحفظك والأكبر، الله يديمك، إن شاء الله ما تعبناك. لا أنا بخدمتكم، ما دام للحسين بالخدمة. عسى الله يعطيك طولة العمر إن شاء الله. أم البنين عليه السلام يقولون أرباب المقاتل، يقولون سوت ورا هذا ورا الواقعة سوت 3 قبور، 4 قبور لولدها وقبر رمزية، ال4 قبور رمزية تكتب عليها هذا قبر العباس، هذا قبر جعفر، هذا قبر عون. يقول واللي غاد تكتب هذا قبر ولد الحسين. يقول تحتضن قبر الحسين الرمز وتعوف ولدها وتقول وا ولدا وا حسينا. فالناس يقولوا لها ليش؟ تقولهم أنا نطيت الظهر لظهور أبو اليمة واحدهم يعادل 100,000 زلمة. صدق بالشمس تبرد تغيب بيوم، بس بحلوكهم ما تبرد الكلمة. أسولف سالفة وابن الأصل معروف، يفرزل للحكي والمغزى يفتهمه. خلص مر الحطب والحسن ظل محتار، وقلت الراي عندي بنية متحزمة. أبوكم من قلع ظل بمكان الباب، أنا بخطار أخوهم هيك مهتمة. أبوكم من قلع ظل بمكان الباب، أنا بخطار أخوهم هيك مهتمة. وخلوا الدلة يمة بخوذة العباس، القهوة تفور من عباس تشتمة. وإذا شفت الحسين على الفرس مرتاح، معناها أبو فاضل لازم رشمة. من حلق البدو أخذ الحكي حكمة، وغير بالوزن هو الوزن نعمة. حصة الفانوس عصابة عجوز، لو تلاقى ويا الشمس زيجة التوى. شفية القمقم على اجتاف الدلال، هنا تميز بالفرق والمستوى. جيب راعي وحط بركان المضيف، ترخص من الشيخ ونصب لصهوة. للقهوش الصيح يطلع ما يجيك، يدور على الشيخ ويصب لك هوا. الراية لو رفت شتف عيدهن لنا الأبيات عيدهن. حصة الفانوس عصابة عجوز، لو تلاقى ويا الشمس زيجة التوى. شفية القمقم على اجتاف الدلال، هنا تميز بالفرق والمستوى. جيب راعي وحط بركان المضيف، جيب راعي جيب راعي وحط بركان المضيف، ترخص من الشيخ ونصب له صهوة. للقهوش الصيح يطلع ما يجيك، يدور على الشيخ ويصب لك هوا. الراية لو رفت كتف راعيها فوق، وحيل ترتاح على عيلات الهوى. مثل المحملة ثمر مرغوبة حيل، عكس ديك التحلف بطار النوى. أكراية تنسحق وقت الحروب، وأكراية على الجرح تنحط دوى. هي وصلت خام بس يتبعها جيش، وراية العباس يتبعها الضوى. الله 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 يحفظك ولك. الله 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 يا سيد. الله الله سيد. أكو فد مسألة
انه اللي يصير عنده حالة وفاة تعرف هذا ما يحلق وكذا صح؟ نعم. منو يجي من اقاربه او الناس العزيزين عليه يودي الحلاق يقولون هنه يحلقه صح؟ مو هيجي السائد والمعروف عند عشائرنا وهنه. انا يعني اتمنى تقبل هذا العرض من عندي. ابشر بس راح اقول لك بسالفه. انا على ابوي ما زينت لحيتي الاربعينيه، ما زينت لحيتي صفنت ويا روحي. قلت انا على ابوي ورا الاربعينيه زين لحيتي والحسين شهر جاي. وزين لحيتك قبل لا يجي شهر الحسين؟ لا والله اكمل شهر الحسين ورا الاربعينيه لك عهد علي زين. عسى الله يطول عمرك الله ويرحم الوالد ويجعل القبر روضة من رياض الجنة، والله يعطيك الأجر والعافية على سيد الشهداء. والله مو تبجح يا أبو الأكبر، لا وانت أكثر ناس أكثر شخص. لا سيد المصداقية واضحة من العيون، يعني ترى المصداقية واضحة من العيون. هو بعد ما بقى بالعمر شيء، بس أنت كبران يا ولد. أي بعد أخذنا الشيب، بعد أخذنا بعد ما كافي، خلي نتوجه لله. هاي الأيام بركة الله يقبلها من عندنا، مقبولة إن شاء الله. أي والله إن شاء الله نيتك صافية ومقبولة بجاه محمد وآل محمد. هاي يقولون مريه، قلت لك أنا هواي أحب سيد جاسم. مريه يقول مريه تخدم، يقول مريه عتها بنها شهيد، يقول وكل أسبوع كل أسبوع كل خميس تسوي له ثواب وكذا، تقرأ قرآن تبكي هاي على بنها. أي يقول ذاك اليوم صدفة محرم، يقول قالت أنا خلنا نروح العزاء الحسين. يقول راحت المجلس الإمام الحسين بكيت ولطمت، راح الوقت مال الروحة، فيقول راح الوقت عليها مال القبر مال ابنها. اي ويقول ذيك الأيام كانت ماكو مقبرة هسه مثل هسه إنارة، وهاي كانت الإنارة قليلة. يقول راحت القبر وليتها لقيت مريه قاعدة على القبر. يقول مريه لازم أظل حبيتها. قالت لها خيتي الظاهر مشتبه، هذا مو قبر وليديك، هذا قبر وليدي. فيقول المرة قالت لها أنا أدري بيه قبر وليديك، بس مثل ما بكيت اليوم على وليدي أنا أريد أبكي على وليديك. أنا أم الصدق والباقة مفجوعة، أنا بالمدينة واسمع ضلوعة، أنا المديت حضن لا يلوح القاع بحيث بكف دي طاحت دموعة. يم الله يم الله من سير عرف مو خطار، وجيبا صوغ ذن جفوف مقطوعة، هي السالفة ما بيها دم تموت لهسه سوالف العباس مسموعة. الله. الحزن واضح على ملامحك جدا. أنا سولفت لك بالبداية مال الولد صديقنا اللي وانا بالقناة، صدقني ما أعرفك، هو لك أسوة. هي السالفة سيد شلون، هي السالفة ما بيها دم تموت لهسه سوالف العباس مسموعة، على وليد اللي بكت تطلبني نهر النيل، باكر بالقيامة القطرة مرجوعة. اي نعم ما اقدر اكمل قصيدة ابو الاكبر، تعذرني خلي اقرا لك قصيدة سيد جاسم. طبعا سيد جاسم الطوير جاء وقلت لك يعني يعني اتذكر انه انا كنت اشتري كاسيتات سيد جاسم واجيبهن، مثلا كان عندي 7 كاسيتات سيد جاسم. فمن يجي جدي الله يرحمه ويرحم موتاكم وكذا يجي من الريف يقول لي شغل سيد جاسم، فسويت هاي القصيده يعني يوم وفاته سيد جاسم، وهم قراها محمد الحلفي، فكتبتها بالطريقه اللي يحبها سيد جاسم، طريقه المربعات، واستعانيت بكم بيت من النعل اللي هو يقراه. فقلت لبينا وياك دمعة وصوت وملاقة شي صبرها تعتنا الروح مشتاقة. نعم. من أيام المسجل كان كاسيتات، من نلت من سمعك يا زمان الفات، يم حسين ونينا ثلث ونات، طالت نومة ابن أمه وجزى فراقه،
سلم على الحسين وقل له تدرب هاي احضر مجلسك خليني يا مولاي مثل زينب عليك نسوي كون فياي هيك بيوم عاشر صرنا مشراقة يا اخر ضوى من المعركة نشوفه بصوتك كربلة بعاشور موصوفه توقف من تقول انقطع عن جفوفه توقف من تقول انقطع عن جفوفه على المنبر دمعتك نار حراقة مشهد واقعة وكانت تشوف العين تجسد زينب علتل تصيح حسين تجسد زينب علتل تصيح حسين يا ابن ام الصبر عي واروح الوين كلها تقول هاي الحرة عناقة يا سيد جاسم الزهراء تتلقاك وتنصب لك عزية والحضور هناك حمزة وكاظم المنظور قال لك هاك آية ابن القصيدة وبيها نتلاقي الله 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 يحبك الرحمة والخلود والخلود والغفران إلى جميع خدمة الحسين أمين يا رب العالمين وبالخصوص ناع الزهراء السيد جاسم الطويرجاوي عميد المنبر الحسيني الدكتور أحمد الوائلي خدمة الحسين من الشعراء الحسين الكبار المهمين عبود غفلة عبد الأمير الفتلاوي عبد الحسين أبو شبع عبد الحسين الشرع القلقاوي الهر الكربلائي هذا القصاب النجم اللامي جميع شعراء الحسين وأيضا خدمة الحسين الله يرحمهم جميعا وصلنا لختام الحلقة أي والله شنو تحب تقول للسيد المشاهد هذه كاميرتك والله أنا أعتذر جدا من المشاهدين أنه أخاف أولا قصائدنا مو بالمستوى اللائق ومستوى الإمام الحسين عليه السلام وثانيا أنا أخاف أنه كلمة بدرت من عندنا أخاف أنه المشاعر طغت علينا أنا ما برئ الذمة كل واحد يحكي علي من المشاهدين الكرام ما برئ الذمة أخاف واحد يحكي علي وكذا هذا برنامجنا وهذا قناتنا وأخونا أبو الأكبر يستحق المتابعة والدعم لأنه رجل خادم الحسين أنا أعرفه حق المعرفة وأهله خدام الحسين والشعراء الشباب اللي جاي يجيبهم نتمنى أن يدعمونهم بعد أكثر وأكثر وهذا الله يعزك سيد ممنونين وأسأل الله أن يجعلنا من أنصار الإمام المهدي سلام الله عليك سيد سلام الله عليك سيد الله يحفظك أحبتنا مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم كان معكم في الإعداد والتقديم أخوكم علي المنصوري في أمان الله.